خلينا نتابع دلوقتي اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه من زميلتنا العزيزه سالا حامد، هي موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا صباح الخير. صباح الخير يا نهاوندو، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلتي بالفعل يا نهاوندو، حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه وبالاخص فريق الاول لكره القدم اللي النهارده ان شاء الله عنده مباراه مهمه مع نادي سموحه تحت قياده الكابتن سامي قمصان المدير الفني المؤقت لفريق النادي الاهلي. يمكن النهارده زي ما قلت في مباراه مهمه مع نادي سموحه في الجوله 23 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، واللي هتقام النهاردة إن شاء الله في تمام الساعة 9:30 مساء على استاد الإسكندرية في مدينة الإسكندرية. يمكن خليني أقول لك يا كريم، وطبعا أقول لك أنا هوند، إنه إمبارح الفريق يعني نهى وكان بيواصل التدريبات بشكل طبيعي ونهى كل استعداداته على ملعب مختار التتش، وبعد التمرين الفريق بالكامل والجهاز الفني اتجه لمدينة الإسكندرية عشان يدخلوا في معسكر مغلق عشان يحافظوا على حالة التركيز اللي هيكونوا فيها قبل المباراة ويكونوا مستعدين للمباراة بشكل أقوى. يمكن كمان امبارح قبل المران كان المران شهد يعني تواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، واللي كان حريص ان هو كان يكون موجود امبارح يا نهاوند قبل التمرين عشان يعني يدعم الفريق قبل مواجهة اليوم امام سموحة، وطبعا يتكلم شوية مع الفريق ويحفزهم عشان يعني يفوزوا النهارده في المباراة ويأدوا اداء يعني المتميز اللي دايما متعودين عليه من لاعبي النادي الأهلي عشان يحصلوا على 3 نقاط ويرجعوا تاني للمركز الاول في ترتيب جدول الفرق في بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. يمكن كمان بعد المران مباشره الكابتن الخطيب اتجه للمبنى الاجتماعي داخل مقر النادي الاهلي عشان اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي واللي كان موجود امبارح بعد العصر في مقر النادي الاهلي بالجزيره لاتخاذ يعني بعض القرارات اللي تخص الملفات يعني مختلفه لقطاعات لنادي الاهلي للفترة القادمة. ويمكن أبرز القرارات دي وأبرز الملفات اللي اتكلموا فيها أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي يعني تخص اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لكافة الفرق النشاط الرياضي سواء الجماعية أو الفردية للفترة القادمة وللموسم الجديد. كمان مجلس إدارة النادي الأهلي يعني وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة اليد رجال في بطولة البوسنة الودية، ودي اللي هتقام ما بين يوم 23 ليوم 27 من شهر أغسطس المقبل. وكمان مجلس إدارة النادي الأهلي وافق على استضافة المعسكر التدريبي لمنتخبين، منتخب الكويت ومنتخب المملكة العربية السعودية، وده هيكون للعبة تنس الطاولة في مرحلة العمومي رجال، واللي هيستضيف التدريبات دي هيكون صالات تنس الطاولة في فرع النادي الاهلي بمدينه النصر. يمكن ده يعني بيورينا يا نهاوند وكريم انه العلاقات الوديه وان في علاقه يعني كبيره بتربط ما بين النادي الاهلي وجميع المنتخبات والانديه اللي موجوده سواء في الكويت او المملكه العربيه السعوديه. كمان يعني من ابرز القرارات والاخر قرارات اللي اتخذها مجلس اداره النادي الاهلي هي تجديد لكل المديرين والمتعاقدين في الادارات التنفيذيه حتى يوم 31 ديسمبر القادم. يمكن دي كانت قرارات اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي امبارح استكمالا لجميع اخبارنا النهارده. كمان خليني اقول لكم ان لجنه المراه تحت رئاسه الاستاذه انهار انديل بمقر النادي الاهلي بالجزيره يعني بالتعاون مع الاداره التنفيذيه وتحت اشراف اللجنه العليا للجان هينظموا بكره ان شاء الله يوم لعضوات واعضاء النادي الاهلي او يعني ندوه تحت عنوان تغذيه سليمه حياه افضل، وهيكون موجود فيها كل عضوات النادي الاهلي وعضوات لجنه المراه، وهيكون كمان متواجد الدكتوره رضوى نبيل اخصائي التغذيه العلاجية بالقصر العيني، واللي هتتكلم فيها يعني كل الامور المتعلقه بالتغذيه واهم النصائح اللي لازم يعني يتخذوها كل الناس وكل اعضاء النادي الاهلي المتعلقه بالتغذيه. كمان هيكون قبل الندوه في العديد من المفاجات والخدمات المجانيه لكل اعضاء النادي الاهلي زي جهاز الانبادي وجهاز يعني قياس السكر، كل ده هيكون بالمجان قبل وبعد الندوه ان شاء الله. فبقول لكل اعضاء وعضوات النادي الاهلي اللي حابب يكون متواجد بكره ان شاء الله الساعه 7 امام شاشه العرض الشاشة الرئيسية داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يمكن دي كانت نهاوند وكريم كل أخبارنا النهاردة المتعلقة بالنادي الأهلي والفريق الأول لكرة القدم واستعداداته لمباراة اليوم مباراة سموحة. طبعا بتمنى التوفيق لكل لاعبي النادي الأهلي وإن شاء الله النهاردة يفرحونا كالعادة بأداء متميز زي ما بنشوف في كل المباريات في بطولة الدوري. أكيد معاك يا نهاوند ومعاك يا كريم لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. تغطية رائعة منك يا سالا كالعادة، وأنا ملاحظة وراكي يعني الجو تقريبا كويس وفي توافد كمان للأعضاء بشكل كبير. بشكرك جدا على هذه التغطية.